أهلاً عم سعد، إزيك؟ بيقول لي إحنا اتقابلنا من زمان. قابلتك من 12 سنة والله، عندي بتاع الحمام اللي في الحسين. صح، كنت بتاكل حمام فرحات. فرحات. وقلت لك السلام عليكم محمود، كان معايا رحلة حل. أنا شاعر من دمياط، قلت لي أحكي لك دمياط يا ولد، أنت كلامك جميل. شفت النصيب؟ والله حصل النصيب، والله العظيم النصيب. حصل اللي بحكي لك عليه. نصيب، بس لقيتني كنت عازم صحابي على حمام. حصل، طلعوا على البال، كان الحمام وطاروا. حاج احمد اخويا، صباح الفل. ازيك يا حاج احمد؟ ازيك يا سحر؟ السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ايه الشغل الحلو ده؟ احنا تحت امر. ايه ده؟ تعال اتفرج. ايه الحلاوه دي؟ احنا عملنا سلطان العصر حلوين جدا. الناس اللي معاك اللي معاك صوروا شويه شغل حلوين عندنا هنا. قويمه يدوي. ده كله بايدك ده يا سحر؟ بالايد. في قويمه بالكمبيوتر. والله دلوقتي بقى فيه، بس احنا بنعيد عليها تاني. هوريها لك. وريها لك. شوف يا دكتور محمود، تعالى بتعيد على الكمبيوتر. طبعا، لا الايد ربنا مبارك فيها. الايد الايد بتاعت ربنا، الايد اليد العامله. دي بتبقى حته خشبه كده، حته الخشب هنجيب لك ونفرجها لك. والنبي عليك ونفرجها لك. دي معموله في مكنه تحت كمبيوتر. لا مش كمبيوتر. كمبيوتر اهو اهي. تعالى يا طه سعد. بص يا حاج، شايف ده كده؟ ده معمول في كمبيوتر. قصه ده بقى، صدق باين عليه يا سعد. باين عليه. كمبيوتر اهو، شوف اليد اهو. سبحان الله، تلاقيه حي. ده مقتول. بس مكنه اسمها سي ان. ده انت عامله بقى بال عامله بالضفر زي الحاج اللي بيشتغل. ايوه بالايد، حته بحته كده. يا محمد ده حلاوتك يا عم. تسلم ايدك، تقعد دون نار تزق كده. تفنن. وبعدين الرسومات دي بقى يا عم احمد، انا اطلع اقعد على الكرسي ده. معايا الرسومات دي بقى هي ولا بتغيرها؟ اما بتاخد وضعها بنغيرها بقى بعد شهرين ثلاثة ثانية. والله لما الزبون بياخد بقى عليها بنغير له بقى. تجيبها منين بقى؟ اقول لسه نعمل احنا الطبعة ورا اهي، نشكل احنا بقى، نخلي القديمة ورا ونعمل احنا جديدة. انت في مزاجك بقى. هنخلق له باترينا جديدة خالص، ما شافهاش قبل كده. هو اخد مني كتير. تعمل شكل جديد. شوف يا دكتور محمود، لازم نغير له عشان الزبون يجي. صحيح. شوف يا دكتور محمود، حلو. ده معمول بالكمبيوتر. هات واحد كده طه، معمول متنظف. طه متنظف. ده طه ابني. طه ابنك؟ طه ابني. اسمك جميل يا طه. خريج كليه وبيشتغل اولماجد. قول لي تاني، قول تاني. خريج ايه طه؟ خريج معهد. خد المايك ده من عم جمعه طه. معهد، وانا مربيه معايا هنا في الورشه. كالوريوس حاسب غالي. انا الشغلانه دي احلى من مين؟ لا مفيش وظايف لهم اصلا. دي احسن من البطريوس. دي مفيش بقى، مفيش كتير بيعملوها. دي حصل. حصل. وبعدين مفيش غنى عنها طبعا، مهما الكمبيوتر عمله بتاع الايد. وبعدين انت بتاكل بقى طه. هو بتتطور مع الزمن. بتتطور مع الزمن. طب قول لي بقى الرسومات، عم احمد قال بيقعد يرسمها. لا بص يا كابتن، يعني بتجيبوها من حاجات مبطرونات معينه ولا من خيالكم ولا ايه؟ لا من تلات ارباع الشغل من خيال. تلات ارباع الشغل. اوعى رجلك. تلات ارباع الشغل يا كابتن محمود، يا دكتور محمود، رسم ايد ومن خيال. من خيال؟ يعني ده سرير. ده فرنتون سرير. طب قول لي بقى، انت جبت سرير. طب اسمع بقى. انت جبت فكره كرة. مثلا هتقلم اهو، قلم رصاص. خلينا نمشي واحده مساعد. ماشي وياك اهو مساعد. خلينا نمشي واحدة واحدة. أنت جبت الكرتونة ديت؟ ماشي. جبت الكرتونة؟ وقعدت لوحدك بقى، هنا في الورشة ولا في البيت؟ لا هنا، كله هنا، هنا. أنا حياتي في الورشة. تقعد بقى حياتي في الورشة. عايز أعمل حاجة جديدة. مثلا شفت فكرة سرير جديد، بجيب اللوح الورق وأعمل لها أول كروكي صغير. كروكي صغير الأول. وبعدين اقوم عامل المقاس اللي انا عايزه. المقاسات اللي انا عايزها يعجبك بركبها. ما انت ممكن ترسم كروكي ما يعجبكش. ما يعجبنيش اقطعه. لغايه ما تلاقي حاجه عجبتك. مثلا مثلا انا هعمل السرير ده. بس أهو. خلينا بقى بص بقى، ادي بقى، استنى عم سعد عشان نشرح للناس مثلاً. اللي بيشوفونا دي حته خشبه اهي فاضيه ما عملناش فيها حاجه. بترسم انت عليها؟ برسم عليها واعملها قويمه. تقعد بقى. يا سلام. دي معمول بعد ايد، يعني معمول في المكنه بتاع القويمه.
دي بعدين انا هعيد عليه تاني كأو يمجد بايدك بقى. طب وليه بتودي المكنة؟ اسرع يعني؟ المكنة هيفهمك اهو، طه هيفهمك اهو. دي اللي هي ده يا عم محمود يا دكتور محمود. قعدت دلوقتي. اللي هي ده هي. ده تسريحة. الجزء ده. مراية دي مش كده؟ الجزئية دي. الجزئية دي. الجزء الأخراني بتاعها. ده معمول كمبيوتر. ارفعوا لي كده طه عشان بس يبان في الكاميرا. هاتي. ده عشان يتعمل كمبيوتر يا دكتور محمود. هات له الماستر اللي وراك دي. دي معمولة على الإيد أول، يعني الكمبيوتر ما يعرفش هو هيعمل إيه أصلاً. لازم نعمل له إحنا اسطمبة. تعمل له أنت دي بإيدك. اسطمبة. شوف الاسطمبة دي يدوي. يا سلام. بالإيد، دي معمولة بالإيد. يوم الكمبيوتر مصورها ويعمل زيها. ومبرمجها. ويعمل زيها. ويعمل زيها بقى. طب استنى بقى. ستات 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 كده. طيب. بعد ما تيجي عندنا إحنا. نعيد عليها تاني رجعها زي ما كانت دي. طيب هي بتكسب وقت بس. ده هديها اعملها بس هنزل. وقت وقت انما صنعه يعني دي بتاعتي انا بعيد عليها تاني. ما انا هوصلها زي دي. هتوصلها زي دي. انا كسبت هي وقت. مثلا هي بتاخد على المكنه تقريبا 3 ساعات. 6 تطلع الرسمه دي 6 من دي 6 يطلع منها 6 يطلع منها 6 وحدات. لو انا عملتها على ايدي لو انت عملتها على ايدك دي تاخد في ايدي يومين. المكنه ريحتني جابتهم لي خلصين. جبت لك الستة. اعملهم انا بقى. هيتعملوا في 12 يوم. الواحدة هعيد عليها في نص يوم. يبقى انا كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت كويس. كسبت وقت. بس ده ما يضعفش من قيمة الحاجة. لو انا بعتها كده تضعف. في ناس بيبيعوا كمبيوتر. في ناس بيقلبوا كده. بيبيعوا كمبيوتر زي ما هو. زي ما هو كده. بس بيتعاد عليه تاني يرجع يقلب. شفت يا حاج. محدش يعرف هو كمبيوتر ولا لو انا عملته كده تاني رجع زي ما كده تاني انت عمرك ما تعرف انه كان كمبيوتر. اهو ده كان كمبيوتر. وانا عدت عليه. وريني كده وريني عايز هات له واحده قطعه خام. اي حاجه خام. حته خامه كده قطعه. حته الخشب اهي. اشتريها من التاجر الخشب اهي. هي الخشب. خشب. ده ايه ده؟ زان. زان. زان روماني. الايام اللي عدت زادت الغلو زاد 4 أضعاف. يعني انا كنت بجيبه ب 3300 من 5 6 سنين. بس في السنة الأخيرة دي الخشب والأبلكاش زاد 4 أضعاف. النهاردة النجار تعبان جداً 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 في موضوع الخامات. الصنايعي يا دوبك يجيب ياكل بالعافية. طب أنت الخامة دي بتحطها كده وتروح رسم عليها رسمة. تقعد تشتغل عليها طبعاً. أعمل دي بالظبط اللي قدامك جاي بالظبط أهي. تتنفذ أول على ده. وبعدين تتنقل هنا إزاي؟ تطلع صوت. أنت اللي ترسمها. أو زي ما برسمها عم سعد كده. يا سلام تسلم ايدك يا حلاوتك. وبعدين تبدا ده الشغل ازاي بقى؟ نشتغل بقى. دق لي فيها كده شوف هتعمل ايه. اهو شيل كده برضه قطعها كده. خلي بالك شوف عمك سعد بقى بيعمل ايه. احنا معانا حته خشبه. الله بس بص بقى معانا حته خشبه فاضيه اهي. خشب زاني روماني يوناني روماني صيني هندي ايه روماني روماني وارد رومانيا من رومانيا كويس على مالك انا وراها حاجه بص بقى حلاوه عمك سعد بقى عشان تعرف يعني ايه قايمه عشان تعرف ان الحته الصغيره اللي بتتعمل ديت بتساوي جهد كبير اربط قطاها وشيل جوا بص عنده كام نوع بس مش ده مش مفك اسمه ايه ده؟ دي ضفره ودي ازميل ودي متلوته ودي متلوته بص دي كام واحده ازاي؟ دي انا دكتور محمود اللي بتعمل ايه دي؟ كل واحده ليها حاجه اعمل لنا حته كده عشان نعمل اهو اللي جنبك ده اهي نزل نزل احمد احمد ده اخوك؟ اخويا الكبير بس باين عليه معلم تقيل معايا في الورشه عمره معلم تقيل عمره معايا في الورشه ماشي يا دكتور محمود بنبدا بالمتلوت ماشي انا مش دكتور ولا حاجه واحنا مش مستعجلين اهو انت اللي دكتور بص الحلاوه بص الحلاوه كفايه كده بقى عشان نعرف نتكلم كفايه ماشي اهو كفايه شوف الرسمة بقى يا سلام
وتكمل بقى على كده. اه لا بتطلع بقى بالجمال ده بقى كمان لسه هت ايه ده عم سعد؟ هيبقى فيها شغل وهيبقى فيها الجمال دي ووارده اهو. تقعد تقسم ده كله. ما دي مهنه. القيمه دي يا عم احمد وعم سعد خليكوا معايا، القيمه طه خليك معانا طه معاك المايك. كانت مطلوبه قوي زمان لسه مطلوبه. طبعا. اه هي الاساس. طبعا. اساس في النابوليا بتاعتنا هي القيمه. بس هل الموبيليا والقيمه اتاثرت في السنين اللي فاتت دي بالعفش اللي يجي من بره؟ القيمه عايشه بيعمل الشغل بيبقى شغل مودرن ويرجع القيمه تاني. يرجع الشغل ياخد موديل تاني ايطالي يرجع القيمه تاني ترجع يعني انتوا ما ما الله القيمه عايشه من يوم ما الدنيا دي اتخلقت. ما بتعطلش القيمه ابدا ابدا ابدا. وبترجع تاني للستيل. الشغل الكلاسيك بيرجع بس تاني. بس بالنسبه بقى لدمياط احنا واحنا صغيرين يا عم احمد كنا نشوف العربيات جايه كلها من دمياط محمله عفش. كل طول. عروسه بتيجي دمياط كله لسه كده ولا الدنيا دلوقتي قلت شويه؟ ايه بقى العيال الصناعيه اللي اجت اشتغلت معانا فتحوا في البلاد برضو ورش والكلام ده اتعلمناهم راحوا فتحوا في البلاد عندهم كويس. اه لغايه مصر عندكم دلوقتي في شغل المناصره والحته دي طبعا المناصره كل ده طلع من عندنا. والصناعيه اللي دي حالته مثلا بيروح يشتغل في مصر في المناصره في مصر في اي حته بقى يكون ورشه كويسه واحد زي حالي بقى له هناك او ماخد اثنين ثلاثه من الناس اللي معاه اشتغل معاهم هناك. يعني دي مثلا كانت بكام من شويه وبقت بكام دلوقتي؟ يعني التسريحه اللي هي بالشكل ده اللي في ايدك دي في ايدك دي تسريحه ده كان صور تحت منه قاعده كنسول او تسريحه يعني يمشي كده يمشي كده. احنا بنعمل انتكات هنا الورشه دي مش شايف حاجه بقى عندك مفيش الا انتكات بتعمل انتكات الانتكات اللي هي الكنسوري والباترينه انا عارف دي اسمها انتكات عندك كنسور بره انا عارفه بره اهو على مصر شفته وكنسور تاني والايماجي ده اساس ال طب الحته دي بقى تساوي كام لو انا جيت اشتريها منك معموله كده كنسور ده في كنسور من غير المرايه ولا حاجه يعني في كنسور لسه مش ببيعه ابيض كده زي ما هو ده بيتباع ب 3000 جنيه خشب ده بقى بالقعده بتاعته وصنعه في شغل كتير قوي ما انا شفت البتاع بجد يعني يعني انت لو تستغرب احنا بنبيعه كده ازاي ما لازم نبيع عشان نشتغل ونعيش خشب غالي جدا علينا انت عارف مصر الحاجات دي بتتباع بكام حلوه الحاجات اللي هي والله معموله بالايد بياخدوا مننا وبيقولوا هناك احنا جايبينها من ايطاليا وهي من دمياط دمياط زي ما هي في الموبيليا وكده ولا في ايه في الموبيليا بس اتاثرت بالاسعار في ورش كتير يا دكتور محمود قفلت الايه ورش قفلت ورش قفلت من دي الحال عشان الخشب بيغلي خشب بيغلي بيبقى فيه نجار ضعيف انا عايش هنا في شارع اسمه شارع وزير ما عادش عليه ولا معرض كلهم اهاوي بتفكر فيه يا عم احمد بتاعه تدق كده بفكر في صلاه العشاء الله صلي بقى روح انت روح صلي روح صلي العشاء حد هياخد البتاع دي صلي روح صلي اهو اديها له بره روح وادعي لنا يا عم احمد الله يكرمك ربنا يتقبل منك يا رب ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك بتقول يا سيدي ايه؟ بقول المهنة بتتراجع شوية نجار بقالي سنة قاعد في دكاني معرفش ليه الزباين دول نسيوا عنواني أشكي هجر الزمن وأسوة التجار ولا غلاء المون والغيرة والمسمار نجار أنا نجار يا ما فرشت قصور أسست أحلى ديار نجار أنا ومشهور نجار أنا نجار ودي مهنتي وبتجري في دمي ورثها عن أبويا عن خالي عن عمي تشوفني على الرواح تقول طبيب جراح أتاجر في المحبة أجامل في الأفراح تشوفني تقول ده باشا وابن باشا أنا بطبل بالشاكوش وبرقص الكماشة الله 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 الله